زي كالعادة بنبتدي بأهم عناوين حلقتنا. 21 لاعب في قائمة الأهلي لمواجهة الوصل. الأهلي يطير لدبي غدا استعدادا لمواجهة الوصل الخميس. أزارو يلحق ببعثة الأهلي في الإمارات. الأهلي يرفض رحيل أزارو للدوري الفرنسي في الشتاء. عبد الحفيظ: تدعيم فريق الكرة أهم الأولويات وسنعود لمنصات التتويج. أجيري يطلب توقف الدوري 15 يوم وإقامة 3 وديات قبل أمم أفريقيا. شوبير: مصر غير جاهزة لتطبيق الفار، رأينا عواقب تسرع الكأس.